مدحوينها دولت قبلت كبدلان عبد محمد علي قاس ايه وحا وباق وجيدية حل ديبانة دا كسوغان مقالة نيروبي عاصمة دا دالك كينيا كوا او كسو هرجيدة هنان كدولة دا فدراك الصماليا اي وشاقين ايسو حابلة دا او نور ايه وربحين تاسي انو حلسا مدحوينها بنتلان عبد محمد علي قاس ايه وحا وكاد لاي حل ديبانة دا كشريا مقالة نيروبي دالك كينيا kuwaasoo la sheegayo in ay mooshin ka wadaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Soomaaliya hadda ay midaysan tahay isla markaana aan loo baahnayn in hadda lagu bilaabo qallaaso waxa uu sheegay madaxweyne Gaas in ay wanaagsan tahay in laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka Soomaaliya وكان عبد الله محمد علي قاسم مدح وينها بنتي لان وكان لا ياري ماسي هذا هو غير مدورة تصبح بلوك جدا وانا مقرأ الساحة اللي وانا حوش الميروري كو حاجة يالي وانا مش لي بينا حوي صمالي حسن ولا دفتا لو تقلني دفتا ان كيلي ما يقول دفتا ما تبصور وقع يبيو انا بفر سنة حيسي انها تلاتي كان يعني حمد الله بيس مرقا وعن لانا هاي هذا دوك مثل مورك تايمارا بلعبي كيلي اللي متعصر hadalka madaxweynaha Puntland ayaa ku soo beegmaya xilli xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ay ku shirayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya